هاف وان واي، عندي طريق وحده، عمري ما شفت ورايا، ديما كنشوف القدام، كنختار اختيارات نجحت فيهم مرحبا، ما نجحتش فيهم راه داك الفشل راه هو بدايه للنجاح، راه منه هو كنتعلم انا وكنكمل الطريق ديالي. السلام عليكم أصدقاء الأعزاء، كيف حالكم؟ كيف أموركم؟ معكم غلام ياسين، 35 سنة يمكن، لازم نشوف الباسبور ولا لاكارت ديال السفر باش نتأكد. من كازا، تولدت في سيدي مومن بحالي بحال كاع الناس، عشت حياتي، كنت كنسافر كثير في المغرب، كان ديما كيطرح عليا أسئلة، كنطرحها على نفسي، وأسئلة كنلقى لها أجوبة، وبعض الأسئلة ما كنلقاش. وكنت دائما كنبحث على الذات ديالي شكون انا. حتى جات 2000 والاخر ديال 2016 انني كنت كنشوف صاحب جلاله الله يخلي له، كان في غابون وكان كيتمشى على رجليه، وانا كنشوف الاخبار، تكلمت انا والوالده في الموضوع، وكان الموضوع ضحك شويه، شوفي صاحب جلاله فين مشى، وافريقيا وما خايفش وغادي على رجليه، وقالت لي انت ما غاديش تقدر تدير بحاله. قلت لها علاش؟ انا غادي نمشي لافريقيا، والان راه المغرب راه فات على القاره الافريقيه، وراه بدينا كنرجعوا، ذاك الوقت كان بدينا كنرجعوا للاتحاد الافريقي، فقلت يلا نمشيو لافريقيا وحنا افارقه، وبغيت نبين للناس ان القاره الافريقيه راه ماشي ذاك البعبع اللي كيخلع، ومشي ذاك المجاعة والفقر والقتيلة والحروب، بالعكس القارة الإفريقية راه هي اللي كتحضرنا كاملين، وقارة السلام الحمد لله. وفعلا بدأت الرحلة في 2017 يناير 2017 وبدأت الرحلة. على ما أظن قطعت أكثر من 41 ألف كيلومتر بين دراجة هوائية ومشي على الأقدام، حتى بالباطو، لأن من مصر للمملكة الأردنية الهاشمية راه قطعت بالباطو، حتى من مدغشقر راه مشيت بالباطو حتى جزر القمر، وتقريبا أكثر من 41 ألف كيلومتر. أنا بديتها وعمرها ما غتسالي، حتى ما يسالي العمر ديالي، تقاضى العمر ديالي عاد غتسالي. في القارة الإفريقية راه كاين دول اللي متقدمة، مثلا بحال المغرب، بحال جنوب إفريقيا، كاين دول اللي كتعاني مشاكل، ونسب الفقر كتختلف من بلد لبلد، وحتى داخل البلد راه من مكان لمكان كتختلف نسبة الفقر. المشاكل اللي عانيتهم في القارة الإفريقية المناخ، اللغة باش كتواصل مع الناس، لأن كتدخل قرى وبعض الأماكن اللي كيتكلموا بلغة محلية ديالهم، مشكل آخر التضاريس، لأن الجبال وطلع ونزل والطرق محفرين، مشكل آخر هو الأمراض مثل الملاريا، مشكل آخر هو الأكل، طبيعة الأكل، يعني هذه المشاكل اللي تعرضت ليها بزاف، وحتى أنا ما كنتش ثائق في نفسي، وما كنتش عارف كيفاش نتصرف مع الناس، كيفاش نختار الطريق، حتى لقيت ان الطريق اختارتني ودخلت، ويوم بعد يوم كنتعلم مع الناس، والطبيعه كتعلمني، والحمد لله. الى قارنتي المشاكل اللي عشت والاشياء الجميله اللي عشت، كاين فرق كبير، راه الاشياء اللي عشت زوينه اكثر من الاشياء اللي عشت خايبه. الكرة الأرضية كلها، كاع البلايص بغيت نوصل ليهم، بغيت نمشي للنيبال، بغيت نمشي للصين، بغيت نمشي لأمريكا، بغيت نمشي لساوث أوف أمريكا، بغيت نمشي لكندا، بغيت نزور العالم كامل. فكرت فيهم بطرق أخرى، ماشي بالضرورة بالبيكالا، مش غادي نوصل تما، ولكن غير نوصل لديك الأرض، مثلا أنتاركتيكا لو وصلت ليها، غادي نجيب شي ديابه ونمشي بهم، ولا كلاب ونمشي بهم، ولا المهم غندير اي وسيله باش نوصل لديك البوا اللي كتكون فيها، كتحس ملي كتوصل ليها، كتحس بان انت واحد من الطبيعه، كتحس بواحد الحريه وواحد السعاده كبيره، وكتحس بواحد الحاجه اللي دائما انا كنوصلها للناس، بان الحياه راه ليها وجهات نظر تختلف، انا كنشوفها بالطريقه هذه بالنسبه ليا مناسبه ليا، واحد اخر كيشوفها بطريقه اخرى، واحد اخر كيشوفها بطريقه اخرى. لا خدام عليه، حتى هو غيكون اسمه مغربي على الطريق، اللي غادي نبين فيه شنو الاشياء اللي عشت في القاره الافريقيه، والروابط اللي كتربطنا ما بين طنجة حتى الكيب تاون حتى القاهره في مصر، يعني راه كاين روابط كبيره كتربطنا في القاره الافريقيه،
كيفاش الناس تقبلوني، كيفاش عشت معاهم المغامرات اللي عشت، ان شاء الله نلقاو في كتاب مغربي على الطريق.